أسلمة. أهلا، السلام عليكم أخوي. أسلمة. تعرف عليك؟ أنا صبر من قرنبيلي، أصلي من تونس، معناها ولد بلاد ونعيش برا، مواطنين اللي بالخارج. وين برا؟ والله في ألمانيا. في ألمانيا. بيه. وأنت تعرف عليك؟ محمد. محمد من وين؟ من ليبيا، طرابلس. عايش. بيه. حسن من قرنبيلي. ما شاء الله عليكم، لمة الشمل، شو اللي لمكم هنا؟ بعضنا احنا في نفس الوقت هذا، صحيح ليبي هو، اما اصله تونسي وهذاك يقرب لي زاده، ونسكن معنا نسكنوا في البلاس في تونس، بحنا بعضنا في قرنبيلي اصحاب ونقربوا لبعضنا في نفس الوقت. ربي يدوم عشركم ان شاء الله في الخير. به، انت قلت لي عايش برا في المانيا، وين في المانيا؟ والله انا نسكن في هانوفر في المانيا، في نيدرزاكسن، فهمت؟ برانشفايغ، هانوفا، فامي كي نسكن انا. تخدم تقرا؟ خرجت انا اون 2017 بون، خرجت نقرا، عملت اوس بلدونغ، تعرفت على قاوريه كل شيء بشوي بشوي، بعد كملت القرايه نتاعي وكل شيء، دبرت خدمه، شديد خدمه غاديك ولحد الان نخدم ونجي ديما لتونس. بون دي فوا بارون، معناها كي نلقى عندي كونجي كبير، انا نخدم خدمه معناها ناخذ فيها كونجي باهي، معناها شهرين كونجي نجي فيه من تونس، مره نجي في الصيف ونخلي الريست نجي مثلا في رمضان، نجي في اخر قبل راس العام بشويه. هذاك هو معنا عامل عائلة غادي. أنا ما عنديش عائلة، وحدي نعيش غادي سيبون. غربتك دوبل نورمال ما معناتها لازم غربة ولازم معناتها وحدك. رمضان ما كتعرف رمضان كيفاش تعمل هذا السوشيال. رمضان صعيب برشا بالنسبة لي، أنا عزابي واحد كل شيء، رمضان ولا شو نقول لك أنا، معنا علم عندي صحابي توانسة، ما كتعرف الغربة ماذا بيك، سامحونا وأنا بالكلمة توانسة باين، فما الباهي فما الخايب، أنا من معناها البرانسيب نتاعي ونعيش وحدي، أنا نتبع توانسة لا شيء، معناها أبار كعبتين نعرفهم نضاف بالبيان، سينو كيما قلنا رمضان شنو، أنا نطيب وحدي، أنا ونشكشك وحدي كيما يجي يجي، مرة باهي مرة خايب، تعلمت كل شيء طيب وحدي، أنا ساكن وحدي، معناها عندي أبارتمون باهي وتعرفون وسط البلاد، أنا في سونتر في، معناها نطيب وحدي كل شيء وحدي، ما كلتش الشارع ما قلقتني، ما عادش ناكل ما كلتش الشارع. النكهة مش كيف نكهة رمضان ظهري، معناتها الكام محلولة مع الوالدة وتحكي معهم كل دقيقة. والله كأنك حاضر، أبار أبار من النكهة تاع رمضان هذاك، تونس ورمضان تونس وحده، ما واحد بالخدمة وكل شيء ما نجمش نجي رمضان في رمضان. بالنسبة للنكهة، الماكلة تاع تونس والغلة تاع تونس والخضرة تاع تونس خير بمليون ألف مرة. أنا دورت على أوروبا كلها، مشيت لسويسرا، مشيت لإيطاليا، مشيت لألمانيا، معناها مشيت للتشيك، بولندا، معناها دورت حوست. اما تونس وحدها ديما، تونس ماكلتها وخضرتها وكل شيء، وحتى في البري في كل شيء، لما الحاله تونس غلات شويه، مي احنا بالنسبه لنا احنا سافا، معنا جماعه الخارج اوكي سافا عايشين معنا. هاني جيت عندنا شكون ياخذ ظهري، عاده غربه صغيره كيف في الخليج، تاني نمشي بشويه اصبر علي. نقول لك الغربه بالحق غربه تصنع رجال، وتعرفك معناتها معنى معدن الرجال بالرسمي. نقول لك ساعات واحد تجي ظروف غاديك، وتجي ساعات وقت معين يحس روحه معناتها غريب، وغربه مش سهله كما مش بالهم الشباب تو، يقول لك سهله نمشي الغربه نعمل فلوس، سهله هي ولا بالحق صعيبه؟ والله ايش نقول لك، اسمع ما يعلمك حتى حد، الغربه صحيح الغربه لازم تعمل على روحك، وهذا ميساج ولاد البلاد الكل، معناها لهنا اللي يحبوا يخرجوا نقول لهم راهو اللي يحب يخرج يخدم على روحه راهو مرحبا، اما اذا كان ما خدمتش في بلادك راك ماكش باش تخدم في بلاد الناس، فهمت؟ لازمك تتمرمت في تونس، انا تمرمت بلي عمري 13 سنه خدمت الخدمه الكم اللي تصورهم في بالك، اما بالنسبه للغربه والتعب تعلمك برشا حاجات، تقوم وتطيح وما تقولش للفامي نتاعك تعدي، مش ديما راهو معناها تري عنده كهرباء جاي من برا هو ولا عنده كدار في تونس ولا حاجه، معناها جو باهي. راه فما ايامات تعدينا بها صعيبه وما حبيناش نقولوا لا للجار لا للفامي لا حتى شيء. فما دي مومون ديفيسيل، ما نجمش انا نقول لامي نحير امي انا في تونس ونقول لها راهو انا ولا خويا ولا اختي، بون عندي خويا اوكي نقول له فهمتني، مي الاكثريه ديما نحاول وحدي، انا وحدي كل شيء نتغلب عليه وحدي وحدي، ما عندي حتى حد ما وقف معايا لبرا، والحمد لله يا ربي وحدي الحمد لله يا ربي. والله فما شكون وقف معايا غادي وما مش توانسه، معناها اجانب اوكي عاونوني بيان دزوا معايا بيهي، والحمد لله معناها الحمد لله. وصحيح هو تو برشا توانسه اللي عايشوا برا يتشكوا كل شيء من تونس هم اللي عايشوا، واحد دار وتونس بصراحه باللي باش يهبطوا بيطلعوا راهي تونس، بتاخذ جنسيه انت في الاوروب راك تونسي تقعد تونسي يغزلوا لك تونسي، انا راهو مجنس انا نقعد طول عمري تونسي ويغزلوا لي تونسي. انت تحكي معناتها عينيك معناتها فما كدمة كي تشوف ضربوا تونس برا معناتها في المانيا. انا نحط في الكهرباء ديما اول حاجه ذي غناء تونسي في الشارع، ما نحترم مش معناها غناء تونسي يبدا لا انا وحدي في الشارع غناء تونسي، ساعات كي يقرب المروح تونس نحط وانا جو تاع الافراح تاع العروسات يستاهلش واحد تونس، ساعات نبقى مثلا 8 شهور ما نروحش ولا عام كامل ما نروحش، يستاهلش الواحد الاكثريه يروح علاش؟ خاطر الام لميمه، معناها انا بابا متوفي وما جيتش في الموتى نتاعو. اي ان شاء الله الله يرحمك عايش. وخذ لك عاد خاطر امي الاكثريه نجي لتونس، وكيما قلت لك عندي بوسيبيليتي نمشي اي بلاد في الاوروب ولا ما تعجبني كان تونس.
انا من نابل، نحن من الكابون كل شيء. هذيك عندنا احسن من مناش، انا من ابيزا ولا من اسبان الكابون. نحب المستير انا وسوسه وتونس العاصمه، مي الكابون بصراحه مش خاطر احنا اولاد الكابون ولا حاجه، اما نابل الحمامات تمشي اي بلاصه حتى ب 20000 راك تبحر راك تصيف راك تفطر وكل شيء. معناها احنا نعرفوا من اخر المانيا معناتها مش شعش بارده برشا حورات فماش مش حكي الحاجه فماش المناخ نتاعنا في الشتاء غادي يا خويا حدث ولا حرج. انا نقوم الصباح غادي في جانفي نحل الشباب نتاع تاع نلقى كان الثلج واصل، معناها باش تخدم واحد كهرباء ويخرج يحب له ساعه، فهمتني مشكله. اما هوني شفت بحرت هوني ولا او بحر لازم منه هذاك. انا عندي جمعه تو ديجا ملي جيت باش نبقى حتى سبتمبر، كواحد يفيت شويه الشمس وشويه بحر وشويه عروسات. عندي عروس خويا زاد الايامات هذه هيك هاي جيت شري نشري في الشماريخ هو للعرس شويه يس اسبوع الحنه صحيح صحيح هيك هو خويا عايش كايش خويا الكبير هذاك نحبه ونحترموه كل شيء لازم نكونوا حاضرين معنا. هذيك هاو تورس اخوك شوية حلول الدار هذا وانا لي انا بصراحة مقروض نحبه برشا وناكل كان المقروض في تونس. هيك هاو خويا شو نقول لك البطو، وجعنا جيت في البطو معناها ماذا بيهم هيك تلفتونا شوية لتساكر تاع البطو، وانا وحدي معناها نروح في البطو ما يقلقني ما نحسبهاش ما تكلفنيش معناها المشي والجاي. اما فما عباد مثلا يبدو عنده ثلاثة صغار ولا أربعة صغار مشكلة كبيرة مساكن برشا عباد نعرفهم ما نجموش يجيو. جيت بالكرهبة انا جيت انا صافا خسيت بكري التيكي نتاعي وجيت بكري معناها خسيت تذكره وجاتني باهي واحد وحده وانت ما عندكش فامي معناها وحدك مش خلص تذكره تجيك في حكايه فارغه فهمت. اما الواحد يبدا عنده فامي اكثر من 3 بيرسون تصير برشا مشاكل. ومعنا اخونا محمد يا غالي مرحبا بيك. عايشك وبيك. تعرف عليك خويك محمد من ليبيا من طرابلس من العاصمه. تعيش هوني ولا غادي؟ لا غادي فهميك باهي. منك تعيش في ليبيا هوني لجوا في تونس كيفاش عجبتك ولا؟ الاجواء مش نورمال، الأجواء باهية مزيانة مريقلة الأمور إن شاء الله. الأجواء باهية قايمين معاك بالواجب الأولاد ولا؟ ما غير ما نحكي ما غير ما نحكي ظاهر 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 الجو باهي. مستقبل باهي ومستقبل ما كيف ما نقول لك شعور ما يوصفش. ممتاز 100%. سايخينك بحورات؟ أي أي أنا بحورات. أنا الراجل في الجو يهدى شوية باش الواحد الشيخ في النهار بحورات وفي الليل حمامات لاتينو ديسكوتيك وجو نهار الصباح نفيقوا الاربع تاع العشيه. هذاك هو العيش جو شباب جو شباب صحيح. هو قريبنا في نفس الوقت مش معناها ليبي ولا حاجه، هو ما فماش فرق بين ليبي وتونسي تزيري معناها. ما هو هذا ولد اختي معناها ولد عمتي ولد عمتي تونسي ما يخدموا في ليبي وعده فمي كل سي في جيو لتونس كل سي ما فماش هذه عام ما يجوش في تونس كل سي في تونس. معنا اخونا زيد الكرومبيلي يعطيه مرحبا بيك. بيك اكثر عيشوا داري عشت غربة بريود معينة ورجعت لتونس. شوية غربة معناتها عام هكا وما عجبتنيش البلاد. سخانة برشا وفي الشرق الإمارات. الإمارات أي عديت عام غاديك. عديت عام غاديك وروحت على روحي. العيشة غالية برشا ياسر وصعيبة برشا العيشة غاديك ما نجمش نتأقلم معاها معناتها العيشة. نحكيوا شوي كي نقول لك تونس في كلمه بالحق تو ديما السؤال هذا نساله للي عاش الغربه ديما نقول له تونس في كلمه. تونس في كلمه شنو؟ تونس العز بطبيعه الحال. وكرك 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 من الاخر وكرك وكرك. تحذيرات عندكم عرس نورمالمون تحذيرات كيف حضروا له كل شيء شرينا له وعاونناه باللي يقدر وخويا وندزوا معاه مش نعملوا حفله كبيره برشا في كرومبيت. رموم حاضرين رموم هذاك ما تحسبش ملي جينا نرموا احنا ديجا. ملي جيتوا دي ترمي والله كانك حاضر. هذا اخونا معناها اخويا وعاوني قبل وانا نديباني زاد تو احنا علاش اخوات احنا هذاك هو فهمت. وبالنسبه لتونس والجو اخويا تونس محلات تبدلت على عماول. وبالنسبه للمروح في البط وفي الديوان تبارك الله سنا اقسم بالله ما نحكيلكش انا نحكي معناها الحقيقه تاع ربي معناها ما عنديش علاش نخبي اخويا الديوان عداونا ولف لف معناها ما طولناش وفرحوا بينا يا خويا واعطيهم الصحه واخويا يعطي الصحه قيس سعيد اخويا نضمن الدنيا ان شاء الله ديما منضمن الدنيا وديما معاه بقدره ربي.